هم كيف بدهم يسيطروا على العوام؟ كيف بدهم يسيطروا على العوام؟ بدهم يظهروا بأنهم عندهم خوارق في موضوع السحر وعلم السحر، هو وسيلتهم القديمة في السيطرة على الناس. اليوم بيستخدموا البيان، إن من البيان إلى سحر عن طريق الإعلام. مين سحرة الملوك والطغاة اليوم؟ الإعلاميين هذول يا أخوي اللي صرتوا تشوفوهم ما أحلاهم. طيب المهم، فهذا السحر عبر التاريخ هو مش بس مناقض للدين، ووسيلة سيطرة على الناس، لأنه بالهلمة اللي بيعملها في موضوع السحر عوام الناس إيش بيخضعوا، فهو وسيلة سيطرة. إذا مش بس هو كفر مضاد للدين واستعباد للشعوب واستلطاخها والسيطرة عليها عبر الوهم، بيسيطروا على الأمم، لأنه دائما الظالمين دائما والطغاة والجبابرة لابد لهم من وسائل للسيطرة على الناس، لأنهم بيظلوا من الناس ملايين وهم أفراد، كيف بيسيطروا هدول؟ والناس لحد اليوم إذا بتلاحظوا لحد اليوم مش عم بيفهموا إيش السحر هذا؟ إيش هو؟ وبيختلفوا فيه اختلاف كثير، ناس بيقولوا هيك، ناس بيقولوا هيك، ناس بيقولوا هيك، ناس بيقولوا هيك، إيش هو هذا السحر؟ طيب، فهاروت وماروت يبدو أنزلوا، بعد ما أنزلوا كان ينزل عليهم إيش؟ كان ينزل عليهم مش سحر، لأنه فهمنا السحر في إشي مغاير. طب شو الشيء المغاير اللي ممكن يكون له علاقة بالسحر؟ يسد هذا إذا مو شو الشيء اللي ممكن له علاقة بالسحر ومش سحر؟ معناته نزلوا في إشي مضاد للسحر رحمة بالناس، مش نزلوا، تنزل عليهم، هم نزلوا أول بعدين تنزل عليهم، إنه معناته هدول كاينين، لاحظوا إيش يعملوا، يعلموا الناس كيف يحتاطوا من أخطار السحر وكيف يقضوا على السحر. طب أنا بدي أعلم الآن، وهذا مثال بضربه دائما، أنا بدي أعلم الصيدلي مضادات السموم، شو بعلمه أول شيء؟ بقول له تركيب السم الفلاني وكيف بيشتغل في الجسد، السم الفلاني وشغله في الجسد، وبعد قديش الدم مثلا بتخثر، وبعطيه فكرة تامة عن إيش؟ عن كيميائية السحر مع الجسد البشري السم، وبعدين بقول له هذا الدواء مهمته إنه يقضي على السم بالطريقة التالية، إذا السم مثلا بخثر الدم هذا بميع مثلا، بعرفش إذا في الطب بيزبط ولا لا، بيزبط فهون انتبهتوا فإذا هو لما بده يعلمك إيش السحر ضده، إذا لازم يكشف لك إيش حقيقته، إذا لازم يكشف لك حقيقته، بعد ما يكشف لك حقيقته بيعلمك شو هو، كيف تتعامل معه. إذا هذا واضح إنهم أولا ملكين تم إنزالهم رحمة بالبشر بعد ما استفحل شر السحر من أي باب. نحن قلنا لكم أولا ضد الدين، استعباد للشعوب، ثم مفاسد في المجتمع وإيش كثير. طيب إذا لابد وهم يعلموا يبينوا أولا إيش السحر وهذا المضاد اللي جايين إحنا فيه. طيب هذا مشكلة على فكرة، أنا لازم أقول للصيدلي وللطبيب كمان أنتوا خطيرين كثير، الطبيب والصيدلي هدول من أخطر الناس. الصيدلي بيعطي حبة بروحه خلصنا ولا حدا داري، وفي منها سموم بتبينش أصلا في المختبر، وفي منها سموم بعد كذا شهر بعد اعتنها تأثر فعلها، يعني بيعطيها الحبة بموت بعد شهرين، تمام؟ ما حدا داري، خطير هالصيدلي. ومين كمان خطير؟ الطبيب كمان. لذلك هذول الاثنين بخليهم يقسموها، بيقسموا اليمين. ليش هم دون غيرهم لازم يقسموا تماما الايمان؟ مشان يحافظوا على شرف المهنة. ليش هي شريف المهنة؟ طب ليش هو لما اعلمه انا ايش السم ومضاده هذا شريف؟ طبعا شريف،
ولذلك اللي اجوا فيه الملائكة يعلموا شريف ولا مش شريف. طب ما في سم على انه مش مقصود السم، المقصود ايش؟ علاجه. المقصود علاجه، لكن وانا بدي افهمه كيف، وانا مشان خلص انتهى، مشان نبطل موضوع السحر هذا ما يظلش يسيطر على البشر، ما يكونش مدخل اصلا لحرف الناس عن الدين الحق، ما يصيرش الساحر هو الاله صاحب الاقدار، وانما الله هو اصلا المسير، ها نكشف لهم حقيقة المسألة وبالتالي المضاد. اذا معناته هم يعلموا، وهم يعلموا لازم يكون في توصية. ايش هذه التوصية؟ توصية مشددة. كيف؟ وما يعلمان من احد. شوف قديش اذا الوصية مالها مهمة كثير. ما كانوا يعلموا اي واحد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. هاي بدنا نعلمك، صرت انت الان مفتتن. ليش مفتتن على فكرة؟ لانه هاي صار يعرف السحر ويعرف ايش مضاده. هذا صار معه سنتين هذا صار بقدر يلعب على الحبلين الان، ها بعالج اللي بده اياه، واذا انحرف وبصيب اللي بده اياه مثلا، مش هيك؟ صار بيعرف الثنتين. وما يعلمان من احد، شوفوا هالتركيز، ليش عم بركز القران على الكلام؟ اول شيء ملكين، ها انزل بعدين لاحظوا، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. شو يعني فلا تكفر؟ فلا تمارس السحر. اياك تنحرف وتمارس السحر، زي ما نقول صيدلي، مش تسم الناس بكره انت. احنا من علمك صيدلي مشان اذا واحد اجاك مسموم تعالجه انت والطبيب، تروح وتسموا الناس؟ طب ليش تعلمني انت؟ ولا كيف يعني؟ ولا كيف يعني؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تمارس السحر. لانه منين عرفنا انه ممارسة السحر كفر؟ من وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وبالتالي بهذا الشكل يعني الان احنا طبعا من بلور ان شاء الله، قديش بعدنا يا عماد؟ خلاص؟ طيب نكمل ان شاء الله، نكمل وندخل في الموضوع اكثر، بس مش رح نعمل سحر يعني. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.